الحجامة تسحب الخاطر الرديئة بس من الجسم. أما بالنسبة للتبرع الدم هو بياخذ من الوريد، من أنقى شيء من الدم بياخذه من بالتبرع. الحجامة ما في إلا شرط، من ناحية العمر ما في فرق. في أحياناً بيجينا ولد مثلاً صغير في معه شقيقة، في معه كذا أو ألم أو كذا، في أحياناً يعني للأطفال ما في إنه مانع، بس الأغلب يعني بيجينا العمر من فوق 20، وأغلب الناس يعني تجي عندنا مشان الحجامة من فوق 20. إنه الإنسان يكون على الريق على معدة فاضية، أو يكون أقل شيء صار له 4 ساعات ما هو أكل. وبالنسبة لوقت الحجامة ما له وقت محدد، يعني في عندك أفضل أوقات إلا مثلا 3 أيام بالشهر، 17 والـ19 والـ21 طبعا من كل شهر هجري. الحجامة هي عبارة عن سحب الشوائب والأخلاط الرديئة والدم الفاسد من الجسم عن طريق كاسات شفط، كاسات شفط. طبعا على زمان أول كانوا يحجبوا عن طريق كاسات النار وكاسات الهواء وكذا، أما الآن يعني صار في طرق حديثة. لا إذا تحسن تريح حالك اليوم، ريح حالك اليوم، حاول يعني تشتغل شيء، ريح حالك يعني عادي في البيت، لا تشيل شيء، أمر طبيعي. بالنسبة للدم الفاسد ما في دم فاسد في جسم الإنسان، وفي أحيان عالم بتكتفي مثلا أنه بتبرع الدم بدل الحجامة، بتروح بتتبرع في الدم بس. أما هذا الشيء كمان يعني ما بجيب نفس نتيجة الحجامة، لأن الحجامة تسحب الخاطر الرديئة بس من الجسم، تمام؟ أما بالنسبة للتبرع الدم هو بياخذ من الوريد، من أنقى شيء من الدم بياخذه من بالتبرع. قديما كانوا يعملوا كاسات نار، كاسات بلور، يشغلوا ورقة يحطوها في الكاس عن طريق الشفط، ويرجعوا يعقموا الكاسات، يغسلوهم ويرجعوا يعقموهم يشتغلوا فيهم لغير أشخاص. بس احنا هلا بالوقت هذا نحن عندنا الكاسات اللي عبارة عن شفط، شفاطات مثلا، كاس مع شفاط بنشتغل فيه اللي مرة واحدة ومنكب الكاس. لا مو بإمكان أي إنسان يعمل في الحجامة، لأن الحجامة يعني في لها محلات معينة في الجسم، في منها طبية وفي منها نبوية، وإذا الإنسان ما عنده علم في هالمجال هذا ما بحسن بيشتغل في هالمجال هذا.